تظاهرة تمت في منطقة الدير بمحافظة البصرة، وأمها أصحاب الشاحنات احتجاجاً على الموازين الخاصة بالحمولات وللمطالبة بمتابعة الموضوع من قبل المسؤولين. المتظاهرون اتهموا محطة الوزن بالعمل خارج السياقات القانونية. أول شيء هاي الناس المساكين يدفعون ضرائب والغاز غالي والشوارع كلها طسات، وحاط لهم ميزان مع احترامي للميزان، الميزان باطل. شلون باطل؟ يعني الميزان هذا يسمونه الميزان الجسري بالشمال بكردستان 3000 دينار مع العلم فعال وحمل خفيف والاجره زينه. نعم حمله بس هنا يحمل له ب 150 الف رمر، الشغل ياخذ منه 25 الف والغاز 100 الف والسايق الى 75 الف، يعني يشتغل للتايرات وللميزان. اذا تريد تحسبهم بالسنه يطلعن حوالي 8 ملايين دينار، يروح للضريبه يحاسبهم ياخذون منه ضريبه. اي ادري شيء ولي يا عم. والختام سيكون مع سائقين أشاروا إلى اشتراك القوات الحكومية مع القائمين على محطة الوزن في أخذ الرشا بدلاً من أن يقفوا إلى جوار مظلوميتهم. محطة الوزن تأخذ من عندنا 20 ألف دينار، 20 ألف دينار خاوة كلها. زين أول شغلة بالوصل استاذ، اول شغله بالوصول. الوصل مكتوب لك فيه 24 ساعه. هم شو يسوون؟ ياخذونك الدرب. زين ياخذونك الدرب. واكو تعاون وياهم من جهه القوات الامنيه. شلون قل لي؟ اكو همر واقفه. زين انت لا تضرب القبانه ما تطي، يتبعونك الهمر، يقتلونك الجيش وياخذون سلاويتك ويحجزونك. اضافه الى المرور موجود وياهم، واضافه الى الشرطه. زين محليه ما تابع للدير. بس دقيقه واحده، انت هذا القبان قاعد يحاسبك على الحمولات؟ لا لا 24 القبان، 24 القبان، اعطيني 20 وحمل البصر على ظهر